السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريبي لغات والمدارس اللغات، وأولياء أمورهم الكرام، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for You، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for You. ما زلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي، مكملين مع بنك الأسئلة على الوحدة السابعة، والنهاردة وصلنا لبارت 3 reading text. طبعا part 1 كنا اخدنا فيه مهارة listening وعرفنا ازاي بنتعامل مع القطع listening، واحنا بيجينا نوعين من القطع listening، قطع listening عليها اسئلة true or false، وقطع listening عليها اسئلة complete. والpart 2 اخدنا فيها نوعين من الاسئلة اللي بيجونا في الامتحان، وهو سؤال الماتش وسؤال reorder، وعرفنا برضو ازاي بنحل السؤالين دولت لما بيجوا في الامتحان. النهاردة هناخد مع بعض part 3 اللي هو reading text، بنعرف ازاي نحل قطعة القراءة اللي بتجيلنا، وقطعة القراءة بتجيلنا منين أصلا، وكمان الطلبة اللي بتشتكي من السؤال المقالي إن هي ما بتعرفش تحله. هعلمكم تحلوا السؤال المقالي بتاع القطعة، سواء انت فاهم كل كلمة في القطعة ومترجمها، أو في كلمة عدت عليك كده مش فاهمها ومش عارف ترجمتها، هعلمكم برضو تحلوا القطعة إزاي. الأول بس عايزين نشكر مستر أشرف شاهين، لأنه هو صاحب البنك بتاع الأسئلة ده، هو اللي عامل الملزمة، جزاه الله عنا خيرا. ونشكر ميس نيفين سعيد، لأن هي اللي قامت بحل هذه الملزمة. يبقى الملزمة بتاعت مستر أشرف شاهين وحل ميس نيفين سعيد وشرح قناة منارة العلم English for You. لو حابب تشترك معنا ادخل على تطبيق اليوتيوب، اكتب منارة العلم بالعربي English for You بالإنجليزي في شريط البحث، هتفتح معاك القناة. تحت أي فيديو هتلاقي زرار أحمر مكتوب عليه سبسكرايب أو اشتراك، دوس على الزرار الأحمر، فعل الجرس على الكل عشان كل ما نزل فيديو يوصلك إشعار إن في فيديو نزل، فتدخل وتتابع معنا. ما تنساش السبسكرايب للقناة والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل اللي احنا بنقدمه. ولما تخلص الفيديو بقى ويعجبك الشرح، ما تنسانيش في اللايك تحت الفيديو. اللايك ده هديتك ليا، لان اللايك ده اللي بيخلي الفيديو المشاهدات بتاعته تعلى ويوصل لعدد اكبر من الطلبة والطالبات، فتحسسني ان انا جهدي ما راحش على الفاضي، لا ده انا فعلا قدرت ان انا افيد اكبر عدد ممكن. لان الواحد لما بيعمل فيديو بينزله بيلاقي التفاعل عليه عشرات، وبيلاقي التفاعل عليه مش حلو، يعني بيتعب وبيلاقيش في الاخر ان الحاجة بتاعته دي فادت حد، فبيحس ان هو خلاص طب انا اعمل الحاجة دي ليه. فانتوا شجعوني عشان اكمل، لان زي ما انتوا عارفين ان القناة دي زكاة علم، هي صدقة جارية مش عايزينها تقف عندنا. فاي حد يستفاد يعمل لايك عشان غيره برضو يوصله ويستفاد، ويبقى شارك معانا في الصدقة بتاعت العلم الجارية دي، ما تتوقفش عندنا ويستفاد الجميع منها بإذن الله. بالذات ان انتوا شايفين الحالة المادية والناس عايشة ازاي، يعني فالدروس الخصوصية دلوقتي بأهمها وحملها تقيل جدا عن الأسرة المصرية، فاحنا بنوفر لكم شرح بالمجان احسن من اللي هتاخدوه في الدرس الخصوصي، لانه هو شرح يعني هدية لربنا سبحانه وتعالى، فاحنا بنخلص فيه جدا جدا جدا. فخشوا فعلا وتابعوا، هتستفادوا كتير وهتوفروا على نفسكم مصاريف الدروس الخصوصية. يلا نبدأ مع بعض بقى ونقول الدعاء بتاعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف part 3 reading text. مبدئيا اللي لسه ما تابعنيش، احنا اتفقنا ان احنا بنذاكر منهج اللغه الانجليزيه ازاي، بنحفظ الفوكابلري اللي عندي وبنذاكر الدروس اللي احنا واخدينها. يعني ايه بحفظ الفوكابلري؟ يعني بعرف شكل الكلمه، بعرف الساوند بتاع الكلمه، بعرف السبيلنج او الديكتيشن بتاعه الكلمه. يبقى لما اسمع الكلمه هبقى عارفها، لما اشوف الكلمه واقراها هبقى عارف معناها، لما اجي اكتب الكلمه بكتب الهجايه بتاعتها صحيحه. طيب بعد كده بشوف الدرس اللي عندي، بذاكر الدرس كويس، بشوف الترجمه بتاعت الدرس. الدرس بعد كده بيفضل في دماغي، بحيث ان لما تجيلي قطعه listening او قطعه reading اعرف افسر الكلام واترجمه واعرف احل الاسئله. كمان بلخص الدرس في حوالي 40 كلمه او 5 6 جمل، عشان لما يجيلي سؤال الباراجراف عن موضوع اللي انا اخدته في الدرس اعرف ان انا اجاوبه. الامتحان كله بيعتمد على انك بتعرف تترجم، بتعرف تفهم سياق الكلام اللي قدامك فبتترجمه وبتبتدي تتعامل معاه. طيب يلا نشوف اول حاجه. طبعا لازم الطالب يحفظ راس السؤال، يبقى عارف راس السؤال بيقول ايه، لان راس السؤال ما بيجيش في الامتحان مترجم، فلما تعرف راس السؤال هتعرف تحل. راس السؤال بيقول
Read the text and answer the questions. يعني اقرأ النص واجب على الأسئلة الآتية. بنسمع القطعة الأول عشان نمرر نفسينا كده، لأن ممكن القطعة دي تجينا listening، تمام؟ لأن احنا اتفقنا أن الأسئلة كلها منفذة على بعضها، يعني القطعة listening ممكن تجي لك reading، والقطعة reading ممكن تجي لك listening، وممكن قطعة reading تلاقيك أن أنت بتكتبها بالضبط في الباراجراف، فاستفاد من كل سؤال يجي لك أن أنت ممكن تستخدمه في سؤال تاني. طيب يلا نسمع مع بعض القطعة وبعد كده نسمع ترجمتها. In class this week, we are talking about furniture in ancient Egypt. Furniture in ancient Egypt homes was very different from today. There were reed mats to sit and sleep on. They used papyrus to cover the windows and doors. In every home, there were large pots and baskets for storing crops and wooden boxes for clothes. Not many people had beds or chairs. يلا نترجم. In class this week, في الفصل الأسبوع ده, we are talking about furniture in ancient Egypt. بنتكلم على الأساس في مصر القديمة. يعني إيه أساس؟ السرير اللي أنت بتنام عليه، المكتب اللي أنت بتذاكر عليه، living room، الكنباية أو الركنة اللي أنت بتقعد عليها أو الأنتري، كل ده اسمه أساس. فإحنا عايزين نعرف القدماء المصريين كانوا بيفرشوا بيتهم إزاي، كانوا بيقعدوا على إيه. عايزين نعرف الأساس اللي كان موجود عند مصر القديمة. بتقول furniture in ancient Egyptian homes was very different from today. يعني الأساس اللي كان موجود في البيوت المصرية القديمة مختلف جدا عن الموجود النهاردة. There were red mats to sit and sleep on. كان عندهم الحصائر اللي مصنوعة من البوص اللي بيناموا وبيقعدوا عليها. They used papyrus to cover the windows and doors. كانوا بيستخدموا أوراق البردي عشان يغطوا بيها الشبابيك والبيبان. In every home, في كل منزل, there were large pots and baskets for storing crops. كان في الحلل أو الأواني الكبيرة قوي والسلل اللي بيخزنوا فيها المحصول، إن هم مثلا بيزرعوا قمح أو شعير أو ذرة، وبعدين بيبتدوا بعد ما الموسم يطلع والحصاد بياخدوا المحصول بتاعهم بيخزنوه في الحلل الكبيرة دي وفي السلة الكبيرة عشان طول السنة يقعدوا يأكلوا منه لحد ما المحصول الجديد يطلع تاني. And wooden boxes for clothes. وكان عندهم الصناديق الخشبية اللي بيحطوا فيها الملابس. Not many people had beds or chairs. ما كانش فيه ناس كتير عندها سراير أو كراسي، لأن السراير والكراسي دي كانت مثلا مكلفة بالنسبة لهم. معظم الناس اللي هي من عامة الشعب، الناس الحرفيين العاملين المزارعين، كانوا بيناموا ويقعدوا على الحصيرة. أما مثلا الطبقة الحاكمة، الوزراء والملوك، هم دولت اللي كان بيبقى عندهم السراير والكراسي. طيب بعد ما سمعنا القطعة وفهمناها، يلا نشوف. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. عايزين نختار الإجابة الصحيحة. Number one بيقول the text is about A in ancient Egypt. طيب احنا هنروح بالنص، ناخد الجملة اللي عندنا وندور عليها في القطعة عشان نعرف. هنا بيقول التكست كان عن ايه؟ هو هنا قال لي اهو we are talking، يبقى ده كده التكست عن الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها. About furniture in ancient Egypt، يبقى بنتكلم عن الاساس الموجود في مصر القديمة. يبقى هنا هنختار ايه؟ هنختار furniture in ancient Egypt. يبقى كده اخترت كلمة furniture. جبتها منين؟ بالنص بالقطعة، بدور على الشبه ما بين السؤال اللي جاي لي وما بين الكلام الموجود في القطعة، ونقي الإجابة بالنص من القطعة. طيب number two بيقول there were a boxes for clothes. طبعا احنا كان عندنا الصناديق الخشبية للملابس اهي، لما هو قال لي and wooden boxes for clothes، يبقى هنا كلمة wooden، يبقى برضو هختار كلمة wooden. طيب بالنسبة لسؤال الاختيار بيبقى الموضوع سهل، وبتلاقي الإجابة مباشرة لأن الجملة بتكون مباشرة في تشابه جدا ما بين السؤال اللي جاي لي وما بين الجملة اللي موجودة في القطعة، فبيبقى سهل إن أنا أطلعه. طب بالنسبة للأسئلة المقالية، ساعات برضو بيبقى السؤال سهل قوي ممكن تاخده بالشبه إن أنت تطلعه، وساعات السؤال بيكون بيحاكي الفهم، بيكون عايزك تكون فهمت القطعة بتقول إيه وتلخص اللي أنت فهمته ده، أو إن أنت تطلع الإجابة من خلال فهمك. فبرضو لازم إن إحنا نبقى عارفين
الفوكابلري صح عشان نقدر نترجم الكلام اللي موجود قدامنا ونفهم. طيب تعالوا مثلا هنا نشوف، بيقول answer the following questions، اجب على الاسئله الاتيه. نمبر 1 بيقول what did they use read maths for، يعني هم ليه كان يعني بيستخدموا الحصص دي عشان خاطر ايه. طب هنا ده سؤال مباشر جدا، ممكن ان انا اطلعه مباشره من القطعه، ادور على كلمه read maths اللي هو ذكرها لي هنا. فهو قال لي ايه؟ قال لي there were read maths to sit and sleep on. يبقى اذا كانوا بيستخدموا الحصص دي ليه؟ عشان يقعدوا ويناموا عليها. يبقى انا كده هجيب الاجابه بالنص من القطعه واقول له to sit and sleep on، يعني عشان يقعدوا ويناموا عليها. طيب السؤال الثاني بيقول why did they use papyrus، هم ليه استخدموا ورق البردي؟ برضو هدور على كلمة papyrus في القطعة واجيبها من النص. قال لي ايه؟ اهي قال لي they use papyrus to cover the windows and doors. يبقى هم كانوا بيستخدموا ورق البردي ده عشان يغطوا البيبان والشبابيك. يبقى انا هكتبها برضو بالنص من القطعة واقول to cover the windows and doors. طيب يلا نشوف مع بعض قطعة كمان، بتقول طبعا برضو دي بالنص من الدرس بتاع الـ unusual homes أو البيوت الغير اعتيادية. القطعة بتقول my name is Dalida and I like blogging about different things. This week I'm writing about unusual homes. I found an unusual house in the Netherlands online. It's upside down. It's actually an old farmhouse which people are changing to make it modern. This works very well because all the windows are at the top so you get a lot of light. Local people like it because it fits in very well with the local landscape, which is farms and fields. It is also very ecological because they use air, water and sun to heat and make energy for the house. يلا نترجم القطعة. طبعا انا بحب قوي القطع الليسننج والريدنج، لان واحنا بنترجمهم واحنا ماشيين ده بيبقى كانه ملخص للدروس اللي احنا خدناها، يعني كاني بشرح لك الست دروس بتوع اليونت اللي احنا بنراجع عليه تاني من الاول من خلال الترجمة بتاعت هذه القطعة. طيب هنا القطعة بتقول my name is Dalida، اسمي داليدا، and I like blogging about different things، وبحب التدوين عن الاشياء المختلفة. طبعا blogging زي ما اتفقنا وقلنا اللي هو بتدون شيء أو بتكتب شيء ولكن على الإنترنت. بتقول this week I'm writing about unusual homes، بتقول الأسبوع ده هي هتكتب موضوع عن البيوت الغير اعتيادية، يعني بيت شكله مش تقليدي زي ما احنا شفنا كده، البيت اللي كان بالشقلوب، اللي كان متشقلب، اللي كان الرأس بتاعته تحت والقاعدة بتاعته فوق. بتقول I found an unusual house in the Netherlands online، بتقول أنا وجدت بيت غير اعتيادي، بيت مش متعودين عليه، شكله غريب، موجود في هولندا. طبعا هي وجدته online يعني عبر الانترنت. It's upside down، بتقول إن هو بالمشقلب زي ما اتفقنا إن هو راسه تحت والقاعدة بتاعته فوق. It's actually an old farmhouse which people are changing to make it modern. هو بيت في مزرعة قديمة يعني، والبيت دوت هو بيت قديم جدا ولكن أصحابه بيحاولوا إنهم يجددوا فيه. طبعا احنا اتفقنا إن modern بيكون معناها new، يعني إن هو يخليه جديد أو يخليه حديث. طيب أما ancient بتساوي old معناها قديم. طيب this works very well because all the windows are at the top، وبيقول ان البيت ده مفيد جدا ان الشبابيك بتاعته كلها باينه من فوق. راجعوا كده الدرس عندكم في الكتاب وشوفوا شكل الشبابيك، فالشبابيك كلها واضحه كده من فوق، فبالتالي بيخش لها اكبر قدر ممكن من النور واكبر قدر ممكن من اشعه الشمس. So you get a lot of light، عشان كده بيخش لها يعني نور كتير. Local people like it، يعني السكان أصحاب البيت أو السكان أصحاب المكان اللي هما السكان المحليين بيحبوا البيت ده جدا أو عجبهم جدا. ليه؟ Because it fits in very well with the local landscape which is farms and fields، ملائم كده وشكله مناسب مع المنظر اللي هو موجود فيه لأن هو موجود في مزرعة وحواليه الحقول، فالشكل كده متلائم مع بعضه. It is also very ecological because they use air, water and sun to heat and make energy for the house. طبعا البيت ده برضو صديق للبيئة. ليه؟ لأن هو بيستخدم الهواء من الجو، بيستخدم المية
من البيئة اللي موجودة، بيستخدم الشمس عشان تدخل الحرارة وتخلي البيت فيه دفا، ما بيعملش أي حاجة تضر البيئة. يعني البيوت مثلا في الأماكن دي، هولندا والأماكن زي كده، بتكون برد وتكون تلج جدا، فبيبتدوا إن هم عايزين يتدفوا، فيا إما بيجيبوا المنقد الخشب أو الدفاية الخشبية ويبتدوا يحرقوا فيها الخشب والحاجات دي، فبالتالي الحاجات دي بتطلع عوادم، الخشب والفحم والكلام ده بيطلع emissions، العوادم أو الانبعاثات دي بتسبب اللي هي البوليوشن بتاع الاير، فطبعا دي كده مش هتبقى صديقة البيئة. اما البيوت دي فهي التدفئة بتجيلها طبيعي من الشمس، فبالتالي ما فيش عوادم، فبالتالي هي بيوت صديقة البيئة. طيب هنا بيقول choose the correct answer from A, B, C or D، هنختار الإجابة الصحيحة. بيقول the unusual house is upside، يعني البيت الغير اعتيادي ده هو وصفوني إن هو بالمشقلب، يبقى إحنا خدنا الإكسبريشن بتاع بالمشقلب دي أو بالمقلوب معناها إيه؟ بنقول upside down. يعني إيه upside down؟ يعني اللي فوق تحت واللي تحت فوق، يعني القاعدة فوق والرأس تحت، يبقى بنقول عليه بالمشقلب. طيب نمبر 2 بيقول the underlined word modern means، اللي هو كلمة modern. تعالوا نرجع للقطعة كده، احنا اتفقنا ان modern ده معناه حديث، طب تعالوا نتأكد. قال لي ايه؟ قال لي it's actually an old farmhouse، يبقى هو كان old، وبعدين which people are changing to make it modern، اللي الناس عايزين يغيروه عشان يخلوه حديث، يبقى هو كان old وعايزين نخليه modern. يبقى اذا modern هنا معناها ايه؟ حتى لو انا مش حافظ الفوكابلري ولا حافظ الكلمة من قبل كده، بس فهمتها من الكلام، يبقى هنا modern معناها new، يعني معناها حديث. طيب لما يجي يقول لي summarize the first paragraph in one sentences، يعني لما يجي يقول لي لخصي لي الباراجراف الاول في جمله واحده، في هنا حاجتين عايزاكوا تتعلموهم. لما يقول لي الباراجراف الاول، احنا اتفقنا ان شكل الباراجراف بيكون ازاي، ان انا بسيب بياضه او بسيب ثلاث حروف وبخش لجوه واكتب في الحرف الثالث او الرابع وبكتب كابيتال ليتر، وبعدين بعد كده بجيب الجمله اللي بعتيه من اول السطر تاني. فنلاحظ الباراجراف اول سطر بيكون داخل لجوه، بعد كده السطور الثانيه بتكون طالعه لبره عادي، وبعدين خلصت الباراجراف ده وهعمل باراجراف جديد بتبع نفس الامر، برضو بخش لجوه كده حرفين ثلاثه واكتب الحرف الرابع، وبعدين الجمله اللي بعديه بتطلع لبره كده تاني. يبقى اذا انا لما اشوف قطعه كده يبقى انا عارفه ان دي كده الباراجراف نمبر 2، وعارفه ان دي كده الباراجراف نمبر 1. يبقى لما يقول لي الفيرست باراجراف يبقى قصده الحته دي. طيب انا عايزه الخص الفيرست باراجراف ده، الخصه ازاي؟ هات اول سطر من الكلام اللي هو اتكلمه لك هيكون هو الملخص. يعني هنا مثلا لما بقول داليا is blogging about different things، يعني داليا بتكتب مدونة عن أشياء مختلفة، أنت كده لخصت الباراجراف اللي عندك، تمام؟ يبقى أنت تدور على أول جملة عندك وتشوف المعنى اللي هتستشفه منها، تلخص الجملة دي كده وتاخد أول جملة، يبقى هي جملة التلخيص بتاعت الباراجراف الأول. طب لو هو عايز الباراجراف التاني، يبقى كنا برضو هنروح من عند الباراجراف التاني كده ونشوف برضو أول جملة ممكن إن إحنا ناخدها. ممكن مثلا كنت أقول إن local people like the unusual house، اللي هو إن السكان المحليين حبوا البيت الغير الاعتيادي ده، تمام؟ يبقى هنا لما بيقول لي summarize the first paragraph، يبقى الباراجراف الاول داليدا likes blogging about different things، يعني داليدا بتحب انها تكتب مدونات عبر الانترنت عن الاشياء المختلفة. طيب بيقول why is the house ecological، ليه بقى البيت هو صديق للبيئة؟ زي ما اتفقنا ان هو بيستخدم كل حاجة من الطبيعة وما بيترتبش على ده اي pollution، هو بياخد الاير وبياخد الووتر وبياخد الصن من الطبيعة، فعشان كده هو ecological. يبقى هدور على كلمة ecological في القطعة واروح اكمل. اهو بيقول لي it is also very ecological، ليه؟ because they use air, water and sun to heat and make energy for the house. يبقى انا هاخد السطر بالظبط كده من القطعة واروح اكتبه. يبقى انت سواء فاهم او مش فاهم تعرف ازاي ان انت تتعامل مع القطع من خلال الشبه ما بين السؤال وما بين الاجابه، واللي هيسهل عليك كل حاجه انك تبقى حافظ الفوكابلري بتاعك، فاهم الكلام عشان تعرف تترجمه، فاهم الدرس عشان تعرف تتعامل مع القطعه. طيب تعالوا نشوف قطعه تانية. القطعه بتقول all around the world people live in different types of homes. Many people live in apartment buildings reaching high into the sky. In Spain, many people live in villas with big swimming pools. Inuit people live in igloos. Igloos are made of huge blocks of ice. In some hot countries, people live in huts or tents with no windows or doors. They are made of mud, straw, and leaves. طيب تعالوا نترجم مع بعض.
طيب يلا نترجم، بيقول all around the world يعني في كل أنحاء العالم. People live in different types of homes. الناس بتعيش في أنواع مختلفة من المنازل. Many people live in apartment buildings reaching high into the sky. معظم الناس بتعيش في البنايات السكنية، المباني السكنية يعني الشقق اللي بتصل إلى أعلى السحاب اللي بيسموها ناطحات السحاب يعني. In Spain في أسبانيا many people live in villas with big swimming pools. معظم الناس بتعيش في فيلل، والفيلل دي بتكون فيها حمامات سباحة كبير. Inuit people live in igloos. يعني الناس اللي بتعيش في الإسكيمو، إنويت دي بتساوي إسكيمو، الناس اللي بتعيش في القطب الشمالي أو بتعيش في البلاد الجليدية بيعيشوا في بيوت من الجليد اللي هي الإجلوز أو كهوف من الجليد. إجلوز are made of huge blocks of ice. الإجلوز مصنوعة من بلوكات أو الحجر بتاعها مصنوع من التلج. In some hot countries في بعض المدن الحارة people live in huts or tents. الناس بتعيش في الخيم with no windows or doors اللي ما بيكونش فيها لا بيبان ولا شبابيك. They are made of mud, straw and leaves. بيكونوا مصنوعين من الطوب الني أو من القش وأوراق الشجر. طيب هنا بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الإجابة الصحيحة. بيقول the text is about different types of. التكست اللي عندك ده هو عن إيه؟ عن أنواع مختلفة من البيوت. طب تعالى نشوف بالضبط هنا. هنا بيقول لك أهو about different types of. طب هنا بيقول لك different types of homes. يبقى أنت هتختار كلمة homes. يبقى different type different types of homes. طيب الانويت people live in يعني الناس اللي بتعيش في الاسكيمو، الناس اللي بتعيش في القطب الشمالي، الناس اللي بتعيش في المناطق القطبية الجليدية بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في الاجلوز اللي هو البيوت المصنوعة من الجليد. يبقى هنختار كلمة اجلوز، وهو زي ما هو قال لي كده بالظبط، لانه قال لي ان انويت people live in اجلوز، فايه جبتها من القطعة بالظبط. طيب answer the following questions. أجب على الأسئلة الآتية. بيقول where do many people live in Spain. في أسبانيا الناس بتعيش فين؟ روح بالنص، قال لك أهو many people live in Spain. يبقى هنا أهو in Spain many people live in. ها كمل الإجابة بقى، live in فين؟ in villas with big swimming pools. يبقى هم بيعيشوا في الفيلل في حمامات السباحة الكبيرة. يبقى جبتها من النص من القطعة. يبقى in Spain many people live in villas with big swimming pool. طيب number 4 بيقول what are igloos made of. البيوت اللي من الجليد دي أو الكهوف اللي من الجليد دي مصنوعة من إيه؟ أهو تعال نشوف. بيقولك igloos are أهو made of huge blocks of ice. هي مصنوعة من بلوكات أو طوب كده مصنوع من التلج، بلوكات كده من التلج يعني الحجارة من التلج. يبقى igloos are made of huge blocks of ice بالنص من القطعة. طيب يلا نشوف قطعة تانية. بيقول One day I sat with my grandma and she told me how ancient Egyptian homes were. I was so excited to listen to her. She told me that many people made their homes near the Nile to use mud from the river to make bricks for their houses. Many of them didn't have cushions or armchairs. There were red mats to sit and sleep on. To keep their homes from insects, they used papyrus to cover the windows and doors. Ancient Egyptian homes were very special and unique. طيب يلا نترجم. One day I sat with my grandma and she told me how ancient Egyptian homes were. يعني في يوم من الأيام أنا قعدت مع جدتي، وجدتي حكت لي إزاي كانت البيوت المصرية القديمة. I was so excited to listen to her. أنا كنت متحمسة قوي إني أقعد وأسمعها. She told me that many people made their homes near the Nile to use mud from the river to make bricks for their houses. هي قالت لي إن ناس كتير كانوا بيبنوا البيوت بتاعتهم جنب نهر النيل عشان يستخدموا الطمي بتاع نهر النيل في إنهم يعملوا منه الطوب اللي بيبنوا بيه البيوت بتاعتهم.
Many of them didn't have cushions or armchairs. كتير منهم ما كانش عندهم الكراسي اللي هي بالتين دي، ما كانش عندهم أساس أصلا يعني، ما كانش عندهم حتى المخدات والتكيات والكلام ده. There were red mats to sit and sleep on. كان عندهم الحصائر اللي بيقعدوا بيناموا عليها. To keep their homes from insects, they used papyrus to cover the windows and doors. عشان يحافظوا على بيوتهم من الحشرات، ان هم يخلوا الحشرات ما تخشش البيت عندهم او يخلصوا من الحشرات دي. They used papyrus to cover the windows and doors. كانوا بيستخدموا اوراق البردي يغطوا بيها البيبان والشبابيك، يعني زي ما انت كده بتحط الستارة على الشباك، هم كانوا بيحطوا اوراق البردي. Ancient Egyptian homes were very special and unique. يعني البيوت أو المنازل المصرية القديمة كانت مميزة جدا وفريدة. Choose the correct answer from A, B, C, or D. هنختار الإجابة الصحيحة. Many people made their homes near the. يعني كثير من الناس بنوا البيوت بتاعتهم بالقرب من. تعال نشوف بالضبط بالشبه ما بين الكلام اللي مكتوب والقطعة أهو. Many people made their homes near the Nile. أهو جايبها لك بالنص. ها؟ يبقى هنا هنختار إيه؟ نيل the Nile. يعني جنب نهر النيل. يبقى أنا اخترت كلمة Nile. طيب. هنا بيقول the text is about. النص بيتكلم عن إيه؟ طبعا هو بيتكلم عن the ancient Egyptian homes. يعني المنازل المصرية القديمة. طب هنا بيقول answer the following questions. أجب على الأسئلة الآتية. Why did they sit on red mats? ليه هم كانوا بيقعدوا على الحصائر؟ طبعا يعني ما كانش عندهم أي نوع من أنواع الأساس، لكان عندهم الكوشز اللي هم التكيات أو المخدات، ولا كان اللي هي قاعدة عربي مثلا لو بنعملها دلوقتي في بعض البلاد، يعني بيبقى فيه القاعدة العربي اللي هي تكيات كده بيبقى متنجدة وحطيناها في الأرض بدل أنتري أو كده وبيقعدوا عليها. هم ما كانوش عندهم الحاجات دي. كمان ما كانش عندهم الأرم تشيرز اللي هي الكراسي ذات الأدراع اللي أنت بتلاقيها، كرسي الفوتيه بتاع الأنتري، وما كانش عندهم أساس أصلا، فعشان كده كانوا بيقعدوا على الريد مات اللي هي الحصر. يبقى because many of them didn't have cushions or arm chairs. طيب السؤال بقى كده بيقول How did they keep their homes from insects? إزاي كانوا بيحافظوا على بيوتهم من الحشرات؟ طبعا هو قال لي They used papyrus to cover the windows and doors. إن هم كانوا بيستخدموا أوراق البردي يغطوا بيها البيبان والشبابيك. طيب نشوف القطعة اللي بعد كده. القطعة بتقول Farida's parents had to move to a new job. So they moved to a closer apartment. Farida loves the new apartment because it is bigger than the old one. The new kitchen is bigger and the oven is more modern. Her mom says it's easier to cook in. There is more space in the living room so they can have a bigger television. They have three bedrooms now. Farida shares a room with her sister, Amira, but their bedroom is really big. They have two bathrooms and a fantastic balcony. طيب يلا نترجم. Farida's parents had to move to a new job. يعني أهل فريدة باباها ومامتها عليهم إنهم يتنقلوا لوظيفة جديدة. So they moved to a closer apartment. فعشان كده هم نقلوا لشقة قريبة من الشغل بتاعهم. Farida loves the new apartment. وفريدة حبت الشقة الجديدة. ليه بقى؟ Because it is bigger than the old one. عشان هي كانت أكبر وأوسع من القديمة. The new kitchen is bigger and the oven is more modern. المطبخ الجديد أكبر والفرن أحدث. Her mom says it's easier to cook in. فطبعا مامتها فرحانة ان الموضوع اسهل لما بيبقى المطبخ واسع، وهي عشان تقف تطبخ بيبقى الموضوع اسهل بالنسبة لها. كمان الفرن حديث فبيطلع الحاجة احسن وبيخلص كده ما بتغيبش، فطبعا بالنسبة لها الموضوع اسهل. There is more space in the living room so they can have a bigger television. حجرة المعيشة بتاعتهم اللي هم حاطين فيها الأنتري عشان يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، أو اللي هم حاطين فيها الركنة واسعة بحيث إن في مكان إن هم يجيبوا تلفزيون كبير أو يجيبوا شاشة كبيرة. They have three bedrooms now. They have three bedrooms now. يعني دلوقتي عندهم ثلاث سراير. Farida shares a room with her sister. Farida بتشارك أوضة هي وأختها.
اختها اسمها اميره، هي اختها اميره. But their bedroom is really big، بس فعلا حجره نومهم كبيره قوي. They have two bathrooms، عندهم حمامين، and a fantastic balcony، وعندهم بلكونه جميله. طيب بيقول هنا choose the correct answer from A, B, C or D، عايزين نختار الإجابة الصحيحة. بيقول the text is mainly about Farida's new، يعني التكست النص اللي عندي ده بيتكلم عن إيه؟ طبعا عن شقة فريدة الجديدة، يبقى Farida's new apartment. طيب the underlined word shares means، هنا لما بيقول فريدة shares a room with her sister، معناها ان هي واختها بيستخدموا نفس الأوضة، يبقى معناها ايه؟ use the same room together، يعني هما الاتنين بيستخدموا نفس الأوضة. يبقى share means use the same room together، يبقى share اللي هو يشارك، معناها use the same room together، بيستخدموا نفس الأوضة مع بعض. طيب بيقول answer the following questions، هنجاوب على الأسئلة المقالية. بيقول why did Farida's parents move into a new apartment، ليه أهل فريدة نقلوا لشقة جديدة؟ تعالى نشوف كده بالظبط قال لك إيه. قال لك Farida's parents had to move to a new job so they moved to a closer apartment، يبقى هي دي أول حاجة هنكتبها، يبقى because her parents had to move a new job، عشان هم المفروض إنهم ينقلوا لوظيفة جديدة، فطبعا مكان الشغل اتغير، فالشقة اللي هم فيها خلاص بقت بعيدة عن المكان اللي هم فيه، فهينقلوا لشقة تانية تكون قريبة من الشغل بتاعهم. طيب نمبر 4 بيقول summarize the text into two sentences، عايزك تلخص النص اللي عندك ده في جملتين. ممكن نقول ايه؟ نقول my parents have a new job، أو Farida's parents have a new job so they have a new apartment، يعني أهل فريدة كان عندهم وظيفة جديدة فعشان كده هم اشتروا شقة جديدة. يعني ممكن ناخد أول سطرين في الباراجراف يكونوا هم التلخيص بتاع الباراجراف. طيب تعالوا نشوف القطعة اللي بعد كده بتقول ايه. بيقول my uncle is a scientist and loves animals، when he was younger he traveled a lot in South America for work، he was very interested in howler monkeys and wanted to do some research into their family groups، my uncle set out to look for the howler monkey family deep in the jungle، suddenly there was a lot of rain and he couldn't see the path to go forward or back، suddenly he saw a hand and someone was shouting، it was a villager، he took uncle's hand and said now you are safe. طبعا دي من القصة بتاعت الهاولر مانكز. زي ما احنا عارفين لو احنا مذاكرين الدروس كويس وعارفين الفوكابلري هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا. تعالوا نترجم. My uncle is a scientist and loves animals، يعني عمي او خالي عالم وبيحب الحيوانات. When he was younger، لما كان أصغر من كده، لما كان شاب وصغير، he traveled a lot in South America for work، سافر كتير قوي لجنوب أمريكا عشان العمل، كان بيشتغل هناك. He was very interested in howler monkeys، هو كان مهتم قوي بنوع معين من القرود اسمهم قرود العواء، وده نوع من أنواع القرود الأمريكية. And wanted to do some research into their family groups، وكان عايز يعمل مجموعة من الأبحاث على العيلة بتاعتهم، بقى عايز يعرف الفصيلة بتاعتهم العيلة بتاعتهم. My uncle set out to look for the howler monkey family deep in the jungle، انطلق عمه وراح لحد الغابة وقعد يدخل ويتعمق فيها عشان يبحث عن الهاولر مانكيز والفاميلي بتاعتهم عشان يعمل الريسيرش بتاعته عليها. Suddenly فجأة there was a lot of rain and he couldn't see the path to go forward or back، فجأة وهو في نص الغابة وهو سامع الهاولر مانكيز، سامع أصواتهم وعمال يخش ويتعمق في الغابة لدرجة انه خلاص فقد الطريق، بقى جوه قوي مش شايف الطريق. نزلت مطر كتير قوي تكاد تكون فيضان يعني. وبعدين suddenly هو خلاص بقى المطر نزل كتير قوي هو مش عارف يرجع تاني. فجأة بقى ايه اللي حصل؟ he saw a hand and someone was shouting، لقى في ايد ممدودة له حد بيشخط او بيزعق بصوت عالي يعني. it was a villager، ده كان الفلاح او الراجل القروي. he took uncle's hand and said، هو شد ايديه، لان احنا لو نفتكر القصة ان المطر او الفيضان ده عمل زي موجة البحر كده فشاطه نزله في النهر، فهو كان هيغرق لولا ان الفلاح او الراجل الكروي ده اللي من اهل الكرة
شده وهو بيزعق له ليه، عشان ياخد باله منه، لان الصوت بقى بتاع المطر وكده مش مخليه واخد باله، فبيشخط عليه يعني، بيقول له امسك ايدي امسك ايدي تعالى عشان يشده. فشده بقى، وبعد ما شده وطلعه قال له ايه، قال له now you are safe، الان انت بامان. طبعا احنا عارفين ان يعني ربنا بعت الكروي ده للراجل، لو ما كانش الفارمر ده او الفيليجر ده وتراح له كان الراجل زمانه مات وغرقان في الفيضان ده. طيب choose the correct answer from A, B, C or D، عايزين نختار الإجابة الصحيحة. بيقول my uncle is a A and loves animals، يعني عمي أو خالي ده هو إيه وبيحب الحيوانات، هو طبعا scientist يعني هو عالم. طيب number two، do research means، do research means اللي هو يعمل بحث، ده معناه إيه؟ get more information، معناه إنه بيبحث عن معلومات أكتر عن موضوع معين، يبقى do research دي بتساوي get more information. طيب لو أنا مش عارفة معنى الكلمة، أنا عارفة إن do research يعني يعمل بحث، مش عارفة معناها بالإنجليزي، طب خد بالك ما هو كاتب لك play يعني يلعب، كاتب لك help يعني يساعد، travel يعني يسافر، فأنت عارف إن التلات كلمات دولت ما بيساووش do research، يبقى على طول تروح وتختار get more information حتى لو أنت ما أنتش عارف معناها، إنما عن طريق ان انت استبعدت البدائل اللي عندك اللي هو انت عارف ترجمتهم وعارف ان هم ما يسووش دو ريسيرش. فخليك شاطر كده، مش مثلا كلمة ما انتش عارفها في الامتحان تتلخبط وتتلبخ، لا شوف الاختيارات التانية، ما انت لو عارف معاني الاختيارات التانية والاختيارات التانية مش نافعة، يبقى الكلمة اللي انت مش عارف معناها دي هي دي الاجابة، فخلي بالك من حاجة زي كده. طيب بيقول لي answer the following questions، أجب على الأسئلة المقالية. بيقول what did your uncle travel، sorry why did your uncle travel a lot in South America، ليه خالك أو عمك ده كان بيسافر كتير لجنوب أفريقيا، طبعا for work لأن هو كان عالم وكان بيسافر هناك للشغل. طيب why did uncle go deep in the jungle، ليه عمك أو خالك ده قعد يغوط يغوط ويدخل لجوه في الغابة، طبعا ان هو كان عايز يعرف معلومات عن الهولر مونكيز family groups عشان يستخدمها في الريسيرش بتاعه، يبقى because he wanted to do some research into هولر مونكيز family groups، عشان هو كان عايز يعمل أبحاث على فصيلة أو عائلة الهولر مونكيز دولت أو قرود العواء، احد انواع القرود الامريكيه. طيب تعالوا نشوف اخر قطعه معانا. القطعه بتقول I am Mazen، I live in Alexandria with my parents and my brother، وحيد، we live in a big apartment، there are two bedrooms in our apartment، I share a room with my brother، we have a big kitchen on the right، we have two bathrooms، there are two beds in my room، in the middle of the room you can see a big closet for our clothes، I like my bedroom، I like the view of the park from our balcony. طيب تعالوا نترجم. I am Mazen، اسمي Mazen، I live in Alexandria، أنا عايش في اسكندرية، with my parents and my brother، مع بابايا ومامتي واخويا، وحيد اخوه اسمه وحيد، we live in a big apartment، احنا عايشين في شقة كبيرة، there are two bedrooms in our apartment، في حجرتين نوم في شقتنا، I share a room with my brother، انا واخويا بنستخدم حجرة واحدة احنا اتنين شركة فيها يعني، we have a big kitchen on the right، على اليمين عندنا مطبخ كبير، we have two bathrooms، عندنا حمامين، there are two beds in my room، عندنا سريرين في حجرة النوم بتاعتنا، in the middle of the room، في منتصف الحجرة، you can see a big closet for our clothes، ممكن تشوف دولاب كبير قوي للملابس بتاعتنا، I like my bedroom، أنا بحب حجرة نومي جدا، I like the view of the park from our balcony، وبحب منظر الحديقة من البلكونة بتاعتنا. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول the main idea of the text is about، يعني الفكرة الرئيسية للنص أو البراجراف اللي عندنا ده كانت عن إيه، طبعا كانت عن شقة مازن، يبقى مازنز apartment يعني شقة مازن. طيب مازن keeps his clothes in a big، مازن بيحط هدومه فين، بيحطها في البيج كلوست اللي هو في دولاب كبير، يبقى هختار كلمة كلوست. تاني حاجة بيقول answer the following questions، عايزين نجاوب على الأسئلة المقالية. بيقول does Mazen like his apartment، هل مازن بيحب شقته، أيوة هو قال إنه هو بيحب شقته، يبقى yes he does، طبعا لما بسأل سؤال بدو أو does أو did أو was أو where
بجاوب بياس، واللي بسأل بيه بجاوب بيه. سألت بداز يبقى yes he does، أو بجاوب بنو وبرضو اللي بسأل بيه بجاوب بيه. سألت بداز يبقى no he doesn't، يبقى يا إما yes he does يا إما no he doesn't. هنا هو بيحب شقته فهجاوب وأقول yes he does. طيب نمبر 4 بيقول who does Mazen share a room with. Mazen هو ومين بيشتركوا في أوضة واحدة؟ طبعا his brother هو وأخوه. كده احنا خلصنا مع بعض مجموعة من القطع الريدنج تكست اللي تعرفنا من خلالها ازاي نحل القطع الريدنج. تابعوا الفيديو تاني، وبعد ما تفهموه خدوا سكرين شوت بالقطع مش محلولة وهاتوا كشكولكم وحاولوا تحلوا القطع واتمرنوا. الانجليش سهل جدا، مفتاحه ان انت تحفظ فوكابلري كتير، لان كل ما كان عندك حصيلة لغوية وحصيلة كلمات ده هيساعدك في ان انت تفهم الكلام اللي قدامك، لان هو بيعتمد على انك تفهم سياق الكلام وتترجمه فتعرف تتماشى معاه. درب نفسك على القطع السمعية، درب نفسك على القطع بتاعت الريدنج عشان تقرأ كويس وتسمع كويس عشان تتقن اللغة. وزي ما اتفقنا اللغة الانجليزية جزء كبير منها قوي حفظ، والجزء الاكبر بقى هو الاكسرسايز والبراكتس، تتمرن كتير عشان مستواك يبقى احسن. ما تنسوش الاشتراك في قناة منارة العلم English for you، وتفعيل الجرس على الكل عشان كل ما نزل فيديو يوصل لكم. وما تنسوش بقى لو عجبك الفيديو اللايك تحت الفيديو وكومنت حلو منك تشجعني ان انا اكمل بيه. اي حد محتاج اي سؤال ابعتولي على رسائل صفحة منارة العلم English for you على الفيسبوك. شكرا لكم، شكرا لحسن استماعكم. كانت معكم منارة العلم English for you with my best wishes. Thank you and goodbye.